قالت الصين إنها أطلقت أسرع قطار في العالم في رحلة تجاوز طولها 1000 كيلومتر قطعها القطار الصيني في 3 ساعات. وأضافت السلطات الصينية أنها تعتزم التوسع في استخدام هذا القطار وإنشاء أكثر من 40 خطا جديدا له بمسافة يبلغ مجموعها 13000 كيلومتر على مدى السنوات الثلاث المقبلة. هذا هو ما تصفه الصين بأسرع قطار في العالم. القطار الصيني قام برحلته الأولى وقطع 1070 كيلومترا تفصل بين مدينتي جوانغ تشو في جنوب الصين ووهان أكبر مدينة بوسط البلاد بسرعة بلغت 350 كيلومترا في الساعة. رحلة القطار الصيني استغرقت 3 ساعات فقط بدلا من 10.5، وهي المدة التي تستغرقها القطارات التقليدية لقطع نفس المسافة. سرعة القطار القصوى تزيد على 390 كيلومترا في الساعة، وهو بذلك يتفوق على قطار الطلقة الياباني وقطار ICE الذي تنتجه شركة سيمنز الألمانية، واللذين تزيد سرعتهما قليلا عن 300 كيلومتر في الساعة. وزارة السكك الحديدية الصينية قالت إنها تعتزم استثمار ما يزيد عن 175 مليار دولار أمريكي في توسيع شبكة السكك الحديدية في البلاد بحلول عام 2012. أحمد دياب، BBC.